مشاهدينا الكرام، وين ما كنتم رحب بكم مره اخرى في حصتكم المفضله مشروعنا. نروحو دوكا نشوفو الغوبورتاج الثاني ديالنا لنهار اليوم، اللي فيه راح نشوفو واحد العائله هايله ونشوفو البروجي ديالها الخاص بطريقه غريبه. ما نطولش عليكم بزاف، روحو نشوفو الغوبورتاج من اعداد الزميل سمير حبشي. وشكون كان يقول اللي يجي نهار ويعاود يحيا هذا الهوتيل اللي كان خربه في وسط المدينه؟ بالصح، بالاراده تاع ليجون عاودت حياتها التحفه اللي كانت الهوتيل الواحد في الجهه. نبداو مع المدير تاع هذا الهوتيل باش يهضرنا على ليكسبيريونس ديالو في مجال السياحه واللي خلاته يحيي البروجي القديم. شكرا على كل حال ومرحبا بكم في الهوتيل ديالنا او الهوتيل ديالكم على كل حال. بون، انت قلت عندي اكسبيريونس في السياحه وفي الهوتيلري، راك غلط، لان هذا الهوتيل انا راني نسير فيه كاني نسير في شركه نورمال، مؤسسه كيما الاخرين، فوالا نورمال. ودوكا قلنا مين جاتك هاد ليدي تاع هاد البروجي؟ يعني الفكره بكل تواضع جاتني من هاد الراس، بهذا المخ، ومن فضلك اسكو تقدر تمس هاد المخ؟ مس حس بالفكره، حس فوالا، يعني جاتني من هاد المخ، وكما يقولوا ما يحس بالفكره غير المخ اللي جاته، يعني هذه مقاله اللي سلام كيما قلبي باش ما يحس بالفق. مدير على كل حال حبيت نقول لكم باللي الفكره هي الفكره ديالي انا، اللي انكوراجيت المدير باش يدير هذا المشروع. بعد ما زاد بيبيشو كيما على بالكم، لي ديبونس تاعنا كثروا وكان لازم لنا بزاف دراهم، عباك بيبيشو يحب لي كومبوت، يحب لي كوش، دونك والطالك بيبيشو في الطالك. شكرا، فوالا قلت لكم انه انا هو المدير هنايا، والفكره جات مهد الراس، وبالمناسبه يعني من فضلك الصحفي عاود مسني المخ، تفضل تفضل مس المخ، ولازم تعرف بانك الصحفي الوحيد في العالم اللي مس مخ تاع مدير، وحوس في جوجل ولا في ويكيبيديا. وشكرا.